مساء الخير صديقتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. انا اليوم غندير هذا الفيديو هذا حيت عندي بزاف ديال الاسئله. البنات اللي كيخليو لي اسئله على تسمم الحامل، على سكر الحامل، اللي عندهم تخوفات بزاف، خصوصا الناس اللي كان عندهم تسمم الحامل. انا كنت شاركت معكم واحد الفيديو وقلت لكم القصه ديالي مع لا بريكلومسي اللي هي تسمم الحامل، كيفاش داز الحمل تاعي الاول، كيفاش تعاملت معاه، كيفاش تعاملوا معايا الاطباء، وكيفاش تحملت المره الثانيه وتفاديت تسمم الحامل باذن الله. ولكن كان عندي مشكل اخر اللي هو سكر الحمل. انا جربتهم كل شيء تسمم الحامل في المره الاولى وسكر الحامل في المره الثانيه، ولكن في المره الثانيه قبل ما نحمل المره الثانيه قالوا لي الاطباء خصك ضروري ما تحمليش حتى تنقصي داك لو بوا، داك الوزن اللي زدتي. لحقاش كنت زدت 20 كيلو تقريبا كذا، 20 كيلو، وما حملتش المره الثانيه فعلا حتى حيدت 20 كيلو عليا، يعني 3 سنين من بعد. وقالوا لي ضروري خصك تشربي لاسبيجيك نوريسون. لاسبيجيك نوريسون قالوا لي غادي تشربيه ملي تعرفي راسك حامله. وفعلا داكشي اللي درت، كنت كنشرب لاسبيجيك نوريسون من البدايه ديال الحمل ديالي، وكنتبعو يوميا، يعني كانت كدير لي واحد التوقيت ديالو، كنت كنشربو يوميا مع 7 ديال العشيه صافي. ولكن الاطباء اكتشفوا بلي عندي السكر ديال الحمل، ديابيت ستاسيونيل، وهنا قالوا لي ابتداء من دابا غادي ديري ريجيم اللي هو حاد، السكر ممنوع، وغادي نشوفوا واش تقدري عليه، يعني واش تقدري تعاملي مع السكر غير بالريجيم، ولا ما قدرتيش، يعني الا السكر ما بقاش مستقر وما نزلش غادي تضربي الانسولين. ولكن انا تبعت الريجيم، عطوني تبعته بالحرف، كانوا خرجوا لي الوراق ديال باش شنو غنفطر، شنو غنتغدى، وباش شنو غنتعشى، وشنو غنشرب، شنو ما غنشربش، كانوا مخرجين لي كل شيء وكنتبعته بالحرف. و السكر ديال الحمل تعاملت معاه غير بالريجيم ونجحت لي القضيه. ومن بعد الحمل، من بعد الولاده عفوا، كديري واحد التحليله شهرين من بعد الولاده باش تعرفي واش السكر مشى ولا ما مشاش، ولكن جينيرالمون راه من بعد الولاده كيمشي. ولكن هاد التحليله باش تعرفي واش نيت مشى ولا لا، حيت كيقول لك الطبيب المراه اللي دات فيها السكر ديال الحمل المهدده بالسكر نيفو 2، يعني كيكون واحد خصك ديما تحاولي تردي البال وتنقصي من السكر في الحياه اليوميه من بعد الولاده، حيت كتكوني مهدده بالمرض ديال السكر. انا هادشي اللي قال لي الطبيب. وكيديروا الرضيع ملي بحال كيتزاد كيديروا لي واحد التحليله باش حتى هو كيشوف واش عنده السكر ولا ما عندوش. وهذا ما كان، والحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير، والسكر مشى مني، وداكشي علاش حيدت الريجيم. ولكن كنرد البال، يعني واخا محيده الريجيم ما بقيتش دايره داك الريجيم اللي كنت دايره في الاول ديال الولاده ديالي، في الاول ديال الحمل ديالي عفوا، ولكن كنرد البال. هذا ما كان. وشنو بغيت نقول لكم، ملي درت الريجيم في المده ديال الحمل ديالي بقيت كنقص في الوزن وانا حامله. في الاول تخلعت حيت قال الطبيب واخا لكن انا حامله وكنضعف، يعني يقدر ترى لي مشكل في الحمل ديالي. قال لي لا بالعكس، خصك ما امكن تحاولي ما تغلطيش، اولا باش لا بريكلومسي ما ترجعش، وثانيا باش السكر ديال الحامل تعاملي معاه غير بالريجيم، حيت الغلط ما غيساعدكش على هادشي كامل. وفعلا داكشي اللي كان، نقصت في الوزن في مده الحمل ديالي وما رجعتش معايا تسمم الحامل، و السكر الحامل تعاملت معاه غير بالريجيم، والحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير. شنو بغيت نقول لكم، مازال البنات اللي داز عندهم تسمم الحمل وبغاو يحملوا المره الثانيه ما تخافوش، توكل على الله. وكما قلت لكم، حيت كاين، انا راه داز عندي واحد تسمم الحمل اللي هو خايب بزاف، خايب وخطير، حيت دوزت تقريبا شهر قبل ما نولد، وجلست شهر من بعد الولاده في السبيطار. يعني تخيلوا معايا شهرين وانت في السبيطار، شهرين وانت في السبيطار، ما كتخرجي، ما كتشوفي برا، ما حتى شي حاجه، وما كتقدريش تخرجي، يعني كتمشى غير في دوك الكولوار ديال السبيطار لمده ديال شهرين، يعني حتى عفت الدنيا. ولكن الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير. وكنت كنقول لهم صافي غير خليوني نمشي، قلت لهم انا صافي ما بغيتش نتبع، مثلا ما بغيت حتى شي حاجه، خليوني غير نمشي لداري. يقول لي لا، ما يمكنش نطلقوك من السبيطار حيت خطر عليك وخطر على الحمل ديالك.
ولكن انا ما كنتش متيقه وما كنتش كنفهم وما كنتش كنسمع ليهم. كنقول لهم لا انتم ما بغيتو غير تولدوني قبل الوقت حيت خاصني لكم البلايص. انا ما كنتش كنعرف، ما عمرني في حياتي ما سمعت بشي حاجه سميتها لا بريكلومسي او تسمم الحمل. داكشي علاش ما كنتش مستوعبه الخطر ديالو. داكشي علاش تبعوا وسمعوا النصائح ديال الطبيب ديالكم، حيت واحد المرض اللي هو خايب وخطير اللي يمكن يمشي فيه الجنين ويمكن تمشي فيه الام. داكشي علاش تتعاملوا معاه بجديه. هو الحل ديالو هو انك تردي الريجيم. تسمم الحمل انا كنت هضرت لكم عليه وفسرته لكم مزيان في واحد الفيديو عندي في لاشين ديالي، قلبوا عليه الا كنتم مهتمين بالموضوع. كتعرفيه بلا طونسيون، انا كنت عندي لا طونسيون بزاف، يعني في الاواخر ديال الحمل ديالي انا ولدت قبل الوقت في الحماله الاولى ديالي، ولدت في 34 سيمين دو مينوري، ويعني في الشهر الثامن. يعني كيقول لك اللهم تولدي في الشهر السابع وما تولديش في الشهر الثامن، حيت كيكون الشهر الثامن خطير بزاف. انا ولدت في الشهر الثامن وبقيت في لا سال دو ريفي 4 ايام. يعني تصوري معايا ولدت وما شفتش ولدي مده ديال 4 ايام، ومن بعد المده ديال 4 ايام ديك كنت كنقول كيفاش انا حامله مده ديال، المهم كنت كنقول حامله بهذه المده كامله ودابا ما شافنيش لواحد المده ديال 4 ايام. كنت كنقول لا ما غيعرفنيش مازال، ما غيبغينيش مازال، ما الا هزيتو بقى يبكي. يعني كنت كنتخيل شي حوايج في راسي كان كاينو كيدوزو ليا اليوم خايبين بزاف، وانا كنت في لاصال دو ريفي وكنت مبرونشيه كلشي، مبرونشيه القلب لا طونسيون، كنت مبرونشيه يعني في لاصال دو ريفي في بيت الخطر. 4 ايام من بعد الولاده، يعني شي حاجه اللي هي خياليه. ومن بعد ما طلعت لا شومبر ديالي من بعد 4 ايام، ولدي كان بوحدو حتى هو، حيت هو كانت عليه العنايه كيفاش كانت مشدده، و يعني فحوصات وكيشوف واش كلشي مزيان واش ماشي مزيان، واش كلشي خاطئ ما خاص ما كاينش شي مشكل. صافي كانوا متبعين معنا مزيان. داكشي علاش جلست شهر من بعد الولاده، وكنت ملي ولدت يا صديقاتي كانت كيعطوني الدواء ديال لا طونسيون. ديك 4 ايام من بعد الولاده كنت كنشرب الدواء ديال لا طونسيون باش تنزل، ولكن لا طونسيون ما بغاتش تنزل. يعني الطبيب كيجي عندي كيقول لي انا ما عمرني ما شفتش اللي كيشرب الدواء تاع لا طونسيون والطونسيون ما كتنزلش ليه. صافي يعني شي حاجه اللي هي بزاف. و لا بريكلومسي كتمشي من بعد الولاده، ولكن انا ما مشات مني على مده ديال 15 يوم تقريبا من بعد الولاده. داكشي علاش بقيت في السبيطار لمده ديال شهر، حتى مشات مني لا بريكلومسي، حتى بقيت وليت كيمشي مني داك الماء حيت كنت منفوخه بزاف، وحتى ولدي ولا لاباس بخير وعلى خير وعرفوا بلي ما عنده حتى شي مشكل. هذا ما كان، يعني ما تخافوش، خصك تعرفي ملي كتبغي تحملي المره الثانيه خصك تشربي لاسبيجيك نوريسون. لاسبيجيك نوريسون ضروري، انا قال لي الطبيب خصك ضروري تشربيه في الحمل الثاني ديالك، ملي تعرفي راسك حامله شربيه. راه كيتباع في لافارماسي سون زوردونونس، شريه وشربي واحد يوميا ضروري منه. انا كنت كنشربو ملي عرفت راسي حامله، حتى قال لي تم صافي حبسي. يعني تدخلت في الشهر في اواخر شهر 8 شهر الثامن صافي حبستو، وقال لي حاولي ما تحمليش حتى تحيدي داك الوزن اللي زدتي، لاقاش لا بريكلومسي شنو كيجيبها؟ كيجيبها لا طونسيون، كيجيبها الغلظ ملي المراه كتغلط بزاف في الحمل ديالها. وداكشي اللي كان، ما حملتش المره الثانيه حتى حيدت ديك 20 كيلو اللي زدت في المره الاولى. يعني 3 سنين من بعد حملت بولدي الثاني، وكانوا الاطباء متبعين معايا واحد زعمايا كل سيمانه كان عندي رونديفو، كانت كنمشي كل سيمانه فحوصات وكيشوف واش كلشي مزيان. كانوا خايفين لا تعاود معايا لا بريكلومسي، ولكن الحمد لله ما تعاودتش معايا. ولكن كان عندي السكر ديال الحمل كما قلت لكم، واللي تبعت معاه غير بالرجيم، رجيم حاد، و داز كلشي بخير وعلى خير. داكشي علاش ما تخافوش، توكل على الله، غير تبعوا هاد النصائح هادو اللي قلت لكم وغيكون كلشي بخير وعلى خير. وكما قلت لكم المراه ملي كيكون عندها السكر ديال الحمل ديابيت جيستاسيونيل كتكون مهدده بالسكر نيفو 2، الا ما خافتش نكذب نيفو 2. داكشي اللي كانوا قال لي الاطباء، يعني خصك ديما تردي البال تنقصي من السكر في من بعد الولاده، واخا ترجعي للحلاوه ولكن نقصي منها بزاف. هذا ما كان، كنتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم وتستافدوا منه،
ولا كانت عندكم اسئله خليوها ليا وانا غادي نحاول نجاوب عليها. سمحوا لي بزاف لحقاش بعض المرات ما كنجاوبش في الوقت على الاسئله تاعكم، ولكن ما كنكونش بزاف في اليوتيوب داكشي علاش. و الا كنتو بغيتو نهضر لكم على شي موضوع محدد خليو لي كومونتير وانا نهضر عليه. بالنسبه للمواضيع على الرضاعه الطبيعيه، على الاطفال، على تنظيم الاطفال الاوقات، وهذا مهم بزاف. انا نعاود لكم على التجارب ديالي بلا لا فاريسيل. انا ولادي بجوج دازت فيهم لا فاريسيل اللي هي وقيله بوشويكه، دازت فيهم بجوج. نقول لكم شنو الادويه خصكم ديروا ليهم، شنو خصك باش تتعاملوا معاهم، يعني مرحله بمرحله. كاين بزاف ما يتقال على الدراري الصغار، ولكن هاد المواضيع كيعجبوكم قولوها ليا وانا غنهضر لكم عليهم بزاف. السلام عليكم.